أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. يعد مجلس النواب أهم مؤسسة حكومية في الدولة، فهو سلطة وضع القوانين والرقابة وتنصيب أعلى المسؤولين في الدولة. وخلال السنوات الماضية سجلت العديد من المشاكل على أدائه التشريعي والرقابي، أما اليوم فربما يكون في حسن حظ مجلس النواب أن يصبح رئيسه مختصا بالقانون، لينسجم مع المهمة التشريعية المناطة له وليعمل بمهنية، لا سيما وهو يوصف بأنه لا يحمل نفسا طائفية ويتجنب سلوك دروبها، فهو شاب هادئ الأعصاب ومهذب، وهو أيضا صاحب نفس طويل وبال أطول، ومثل هذه الأخلاق قد تستطيع استيعاب شركاء العملية السياسية. ضيف اليوم هو الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك سيادة الرئيس. سيادة الرئيس، تعطل الكثير من القوانين في مجلس النواب السابق بسبب الخلافات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، هذا اليوم كيف سيعمل مجلس النواب العراقي ونحن نشاهد انسجام عالي بين السلطة التنفيذية وبين مجلس النواب التشريعي؟ شكرا لكم في البداية. طبعا يعني شاع أن كثير من التشريعات خلال الفترة الماضية لم تنجز بسبب طبعا أولا خلافات سياسية، ثانيا طبيعة العلاقة، بعدين أنا بقناعتي أكو صورة من صور التعويق المقصودة، غالبا ما كانت تأتي التشريعات إلى نهايتها حتى تحظى بالتصويت المقبول، لكن بعد ذلك تحصل عملية طعن فتقدم إلى المحكمة الاتحادية أو تأتي الجهة التنفيذية تستحصل قرارات باعتبار أن ما تم إنجازه إنما هو مقترح وليس مشروع قانون، وهذا ما يعني الحقيقة يجعل أو يفرغ التشريعات من محتواها. بالنسبة أنه خلال المرحلة الحالية نحاول قدر الإمكان أن يحصل نوع من التعاون والتكامل بيننا وبين الجانب التنفيذي، نحترم ما تقرره الجهة التنفيذية من قضايا باعتبارها هي اللي راح ترسم سياستها، ولكن في ذات الوقت سيكون لنا رأي. ونعتقد اللجان الجانبية الفنية اللي وضعناها الآن راح تسهل أو تتجاوز كثير من البيروقراطية اللي كانت حاصلة سابقا. لكن دكتور، هذا اليوم أعطيتم الأولوية لقانون قانون الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية، نريد نعرف وين وصل أمر قانون المحكمة الاتحادية، ولا سيما أنت أحد المعترضين على الأحكام القضائية السابقة. المحكمة الاتحادية الحقيقة احنا أولا 8 سنوات صار له هو غير مشرع، وأنا في وقتها كنت أقول أن قانون إدارة الدولة يتحدث عن محكمة اتحادية أنشئت، ثم الدستور يضع صلاحيات لمحكمة جديدة يجب أن تشكل، وهذا ما لم يحصل، وبالتالي أكو إقرار أن المحكمة الموجودة هي تمارس صلاحيات غير متفق عليها، وإنما يعني إذا جاز وصفها بعيدة عن السياق الدستوري، لأن الدستور ينص على آلية في الإنشاء. الآن شكلنا لجنة، وفعلا في يوم يعني تقريبا بالشهر الثامن جاءت نسخة جديدة من المحكمة الاتحادية إلى مجلس النواب لغرض تشريع هذا القانون، قرأنا قراءة ثانية، ولكن أثناء النقاش مرة أخرى طلب منا التريث إلى حين استكمال كل الملاحظات من قبل. أريد أعرف منو طلب منكم حتى تتريثون بهذا؟ أولا قبل ما تتشكل الحكومة الحقيقة، قبل ما تتشكل الحكومة الجديدة، مجلس الوزراء السابق طلب سحب المشروع مرة أخرى لمناقشته، احترمنا هذه الإرادة. الجديد أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة أول اجتماع نوقش هذا الموضوع، وأبلغون أنهم بعثوا بالنسخة إلى مجلس النواب، إحنا من جانبنا راح نستكمل القراءة الثانية ونحاول أن نصوت، تصويت بثلثين يعني يحتاج إلى توافق سياسي عالي المستوى، مع ذلك أشعر إحنا قادرين على تحقيقه. هذا ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية. قانون الموازنة طبعا ما معقولة إحنا انتظرنا طوال هذه السنوات، طوال هذه السنة في سبيل
أن نحرك الجانب الاستثماري والاقتصادي، نعم. ولكنه معطل بسبب عدم وجود قانون. قد يتحمل مجلس النواب دورته السابقة عدم إقراره، لكن الآن يعني أكو نية من خلال اللجنة المؤقتة اللي إحنا شكلناها واللي إحنا راح نعرضها، يعني نعرض تقاريرها بشكل واضح أمام مجلس النواب. لكن دكتور باعتبارك مختص بالقانون، شنو هي المشكلة اللي عاني منها أو تعاني منها يعني في مجلس النواب؟ كرئيس ولا كرئيس برلمان؟ يعني ماكو مشكلة على الجانب التشريعي طبعا، نعم. مشكلتنا السابقة انه دستور ما بمعاناة يعني لكم بالعمل، لا هو او تشريع بعض القوانين. لا احكي بصراحة، يعني اولا جيت الى رئاسة مجلس النواب وهناك عرف سائد اسمه هيئة الرئاسة، قرارات مشتركة، نعم. لما رجعت الى قرارات المحكمة الاتحادية وجدت ان المحكمة الاتحادية لا تعترف بشيء اسمه هيئة رئاسة، والدستور لم ينص على ما يسمى بهيئة رئاسة وانما برئيس ونائبين، هاي واحد. اثنين، المحكمة الاتحادية عندها قرارات سابقة حاولت في قناعتنا تجريد مجلس النواب من قضية التشريع، يعني قالت لا يمكن تشريع قانون بمقتضى مقترح وانما بمقتضى مشروع ياتي من الجهة التنفيذية. احنا نحاول من خلال علاقتنا بالمحكمة أن نستدرك على هذا القرار. ثلاثة، على مستوى الرقابة كثير من عمليات الاستجواب اللي حصلت، نعم. كان الوزراء يطعنون بها وبالتالي في المحكمة الاتحادية أيضا هذا قضية الرقابة أصبح شوي مشكوك بها، نعم. أربعة وهي المهم، هذا أضعف يمكن مجلس النواب التشريعي، أضعف قيمته باعتبار أنه هو عنده دورين، دور تشريعي ودور رقابي. القضية الأخرى ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب، أيضا أكو قرار سابق يجعل الهيئات المستقلة أكثر ارتباطا بالجهة التنفيذية، وبالتالي إذا سحبنا من مجلس النواب التشريع والرقابة والارتباط الإداري والعمل السياسي لم يعد له وجود. مهمتنا اليوم أن نبني أعراف برلمانية، نعم. تحافظ على وجود الدولة وتكون مؤسسة البرلمان هي المؤسسة الرائدة، نعم. اللي من خلالها نستطيع بعد ذلك أن ننطلق حتى نحافظ على احترام القانون والنظام في العراق. نعم. وهذا اليوم المشاهد أيضا والمواطن يشعر باطمئنان بانسجام الحكومة مع مجلس النواب وأيضا رئاسة الجمهورية، الرئاسات الثلاثة هذا اليوم أصبح انسجام عالي لدى الشارع العراقي، هل هذا صحيح؟ يعني هو أنا موجود لكن أتمنى أن يدوم، يعني البدايات قطعا دائما تكون هكذا، يبقى عاد السياسة المتبعة بالمرحلة، نعم. الجاية أكو مطبات بعضها سياسية وبعضها تنازع بالصلاحيات، لكن إذا أكو قنوات تواصل وإحنا اللي نحاول نبنيها الآن، نعم. تتجاوز المشاكل الموجودة ممكن يأهل بعدين حتى يعني لا تكون هناك مشكلة، نعم. عقبة بالنسبة لطبيعة العلاقة اللي تربطنا. أكو نية صادقة حسب ما حسيت عند رئيس الجمهورية في هذا البناء ثلاثي وأيضا لدى رئيس الوزراء، نعم. في تجاوز المشاكل، وإحنا من جانبنا حريصين طبعا لأنه، نعم. بصراحة الغاية هو أن ننتج، الغاية، نعم. أن يأتي القانون والغاية أن ينفذ، نعم. القانون، نعم. هذا بالنسبة لنا. دكتور، موضوع الموازنة، هذا الموضوع اللي أرق المواطن العراقي هو قوت الشعب، يعني هذا اليوم الحمد لله أعلنتم عن وصول الحسابات الختامية للموازنة من 2005 إلى 2011، متى تقر موازنة هذا العام؟ وهذا اليوم نحن بنهاية السنة، يعني هي هاي يعني حتى نكاشف الشعب العراقي بهاي النقطة الجوهرية، كانت اللجنة المؤقتة برئاسة الدكتور حيدر عبادي قبل أن يكون رئيس وزراء، الآن النائبة ماجدة التميمي تتولاها، نعم. راح تقدم تقريرها، تقرير اللجنة. أكو خيارات موجودة أمامنا، احنا استضافينا وزير المالية، واحدة من الخيارات اللي رفضت، نعم. أن تدمج ميزانية 2014 أو موازنة 2014 ب 2015، نعم. الوحدة من المقترحات اللي رفضت أن تكون هناك موازنة تكميلية، لأنه إحنا أصلا ما عندنا موازنة أصلية تكون تكميلية، نعم. لكن ما هو تقريبا إحنا شبه استقرينا عليه تقريبا أن الأشهر المتبقية من هذه السنة تحتاج، نعم. إلى موازنة خاصة بها تتناسب مع الحاجة إلى عملية الاستثمار. إحنا الجانب التشغيلي ماشي 1/12 قانون والرواتب طبيعية، بس أكو تعطيل في البنى التحتية والاهتمام بالاستثمار، وهاي المسألة اللي نحتاج إلى علاج حقيقي.
دكتور، قلتم قبل أيام أن البرلمان سيعمل على توفير تسهيلات عديدة لتطوير الأداء النيابي والوظيفي في الدولة، شنو عديتم لهذا؟ يعني احنا نريد اولا ننطلق من مجلس النواب نفسه. ابرمنا اتفاقيه مع الامم المتحده تتعلق بالجانب التطويري وتطوير البنى التحتيه والطاقات والكوادر البشريه على مدى 4 سنوات. وهي الحقيقه اذا قدرنا نستثمر طاقات الامم المتحده ممكن راح ننطلق بها حتى تكون وسيله للانطلاق الى مؤسسات الدوله الاخرى. احنا عندنا مثلا قانون مجلس الاتحاد تم تشريعه، قانون الخدمة المدنية تم تشريعه، ولكن لم يسمى أعضاء الخدمة المدنية. إذا تم تسميتهم راح ننهي نصف المشكلة في مسائل التعيين، لأنه الكفاءة هي المعيار، راح تكون المعايير الموضوعية هي الأساس. سوف لن ينفرد حزب أو كيان سياسي مستأثر بوزارة معينة فتكون هي معنية بتوظيف كوادرة على حساب الآخرين وعلى حساب الشهادات الأخرى. أنا أقول نصف المشكلة، لأنه هذه القضية تحتاج إلى ثقافة وتحتاج إلى إيمان من الكتل السياسية وأيضا إلى بناء حقيقي للدولة. لكن دكتور، إذا نتكلم أيضا عن مجلس النواب، الخلافات اللي دارت بين الكتل السياسية يعني عطلت كثير من القوانين المهمة اللي كانت لهذا اليوم هي حبيسة الأدراج بمجلس النواب. هل راح يستطيع سليم الجبوري أن يشرح هذه القوانين اللي هي تهم المواطن العراقي؟ عندنا يعني بكل صراحة احنا عندنا استراتيجية أنا أشرت إلها ما أعلنتها بشكل واضح. الآن عاكفة الخبراء القانونيين والمستشارين على وضع أولوياتنا خلال هذا الفصل وليس على مدى السنة أو ال4 سنوات، فقط هذا الفصل. وراح ننطلق إلى 4 تشريعات نعتبرها مهمة غير المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد. عندنا قانون الأحزاب وقانون توزيع الواردات الاتحادية المادة 105 و106 من قانون النفط والغاز. قانون النفط والغاز طبعا بمشاكل، لكن نتأمل أن المشاكل يتم تذليلها بحكم التفاهمات اللي تحصل الآن حتى يصبح جاهز للتشريع. أنا أدرك أن هذه التشريعات رغم أنها قليلة لكن تشريعها قطعا راح يحدث نقلة نوعية في المسار السياسي. وأدرك أيضا أنها ليست سهلة. حينما أقول تشرع، هي مو القضية بس تحشيد أصوات، وإنما أكو قناعات راح تتولد، لأن بعض التشريعات تحتاج إلى ثلثين، والثلثين الأمر معنى أن هناك مسار جديد لابد أن نمضي باتجاهه. فأنا عندي ثقة بهذا الجانب، وراح نتحدث عن التشريعات نعلنها أمام الإعلام قريبا اللي هي أساسية، وبعد ذلك نستطيع أن نحتكم هل استطعنا أن ننجز أو. دكتور، كل من تسنم هذا المنصب مجلس رئيس مجلس النواب العراقي سابقا كان عرضة للعزل والانتقاد والاتهام مثل النجيفي والمشهداني، مما أفقد المنصب فعاليته السياسية. يعني أولا هم أدوا، يعني السيد النجيفي والمشهداني، لكن الكل يعرف ماذا حدث مع السيد المشهداني وأيضا مع السيد النجيفي. يعني هو منصب مو بس إداري، أولا سياسي، وبنفس الوقت يعني بقدر عالي من المسؤولية والموضوعية. يعني وغالبا ما يؤشر على رئيس البرلمان أحيانا في بعض التصرفات، وهذا ما يخشاه النائب قبل الناس من الانحياز أو ترك الفسح والمجال والحجة لفريق دون آخر، أو عملية التلاعب بمقررات البرلمان بالطريقة اللي تخدم طرف على آخر. هذه القضية نحاول قدر الإمكان أن ننزلها من ذهن النواب بالطريقة اللي نجعل المؤسسة حيادية. وهو فعلا الكرسي الرئاسة هو ليس ملك لأحد، إنما يتجرد فيه كل شخص من انتماءاته وميوله وأهوائه وقناعاته، أحيانا حتى يحتكم إلى رأي برلمان كأساس. لكن دكتور، أريد أتحدث بموضوع مهم جدا. تعاملت بتوازن في الأزمات اللي شهدت أنت، أزمة جامع مصعب ابن عمير وأيضا جريمة سبايكر، يعني كان
موقفك موقف مشرف جدا مع جامع مصعب بن عمر وايضا قضيه سبايكر وايضا تشكيل الحكومه، يعني هذا الشيء ينطي اطمئنان للمواطن العراقي. هذا اليوم الدكتور سليم الجبوري يتعامل مع كل العراقيين سواسية. يعني هو هذا مو يعني خل اقول مو ميزه، هو هذا التزام طبعا. نعم. هو بالعكس اذا حدث عن هذا الجانب قد اكون معرض للنقد اكثر. من العراقيين لا يريد ان تتشكل الحكومه؟ نعم. وبطبيعه الحال اذا تشكلت سوف لن تنال رضا الكل في لحظه واحده، وانما تنال قدر الممكن من الرضا. نعم. وهذا الذي تم. لكن اريد اعرف ايش قد راح تبقى صامد دكتور سليم الجبوري في هذه المواقف، وانت من منطقه، هذا اليوم هذه المنطقه تتعرض الى عمليات عسكريه وجمهورك في ديالى يعني له وجهه نظر يمكن تختلف. الجمهور من حقه أن يجد من يمثله يتحدث عن همومه ومشاكله، ولكن الأهم من ذلك كيف توصل حقه وحق الآخرين بالإنصاف والعدل، هذا هو المهم. الجمهور يتمنى أن لا تغيب قضاياه عن ساحة البرلمان وأن تصبح مجال للتداول. يعني راح تبقى صامد على هذه المواقف؟ قطعا، هذا جزء من التزامي. مرة أخرى، رئاسة البرلمان هي ليست حكر لأحد. نعم. وليست امتياز لفريق سياسي، وإنما هي للجميع. القانون حاكم. نعم. والنظام الداخلي هو الأساس، وطول ما أكو نصوص تحترم سنمضي بهذا الأمر. دكتور خلينا نأخذ هذا الفاصل ونكمل حديثنا. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. عزيزي المشاهد، يمكنك متابعة برامجنا على موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com الذي يوفر تغطية مفصلة عن الأحداث المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى الأخبار الرياضية والفنية والعلمية. وإذا فاتتك عزيزي المشاهد مشاهدة برامجنا أثناء البث الحي، فيمكنك متابعتها على موقعنا الإلكتروني، حيث تتوفر مختلف البرامج السياسية والاقتصادية والرياضية والترفيهية. كما يمكنك عزيز المشاهد متابعة البث المباشر من الأخبار والبرامج واللقاءات المختلفة الذي يبثها راديو الرشيد. وللمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الرشيدميديا.com. أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع ضيفي الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي. أهلا بك مجددا في هذا اللقاء دكتور. نعود لحديثنا عن صمودك في وجه التحديات داخل مجلس النواب. هذا اليوم أنت قيادي في اتحاد القوى العراقية، وهذا الاتحاد أو هذا التجمع أو هذا التحالف هو يعود للمكون السني، وأيضا عضو قيادي في الحزب الإسلامي. شلون راح تقدر تتعامل مع اتحاد القوى والحزب الإسلامي ومجلس النواب العراقي والكتل الأخرى؟ يعني كل من وساحته، الساحة السياسية لها أهدافها وبرامجها وخارج إطار البرلمان، لكن حينما أكون في البرلمان بالصفة اللي أنا أحملها سوف لن أكون لهذا الكيان السياسي أو ذاك. نعم. هذا هو المتفق عليه. الحالة مو غريبة، يعني أولا ليست هي نادرة حتى نقول بالعراق، في كل الدول. نعم. رئاسات البرلمان هي إنما هي نتاج اختيار سياسي. نعم. أحيانا وحزاب ولكن واجب المسؤولية الوظيفية وطبيعة الأداء والعمل يجعلني أتعامل حتى مع طلبات الكيانات السياسية اللي أنا جزء منها وفقا للسياق القانوني المعتاد. نعم. إذا كان هناك من مجرى يمكن أن يأخذه سأدع ذلك. نعم. جانبا أو بالعكس، لكن بالنتيجة أنا أحترم كل الخيارات السياسية الموجودة، والعمل البرلماني بدون وعي سياسي وبدون تنافس سياسي أيضا يبقى مجرد يعني عمل وظيفي، وهذا ليس هو الدور الفعلي ضمن إطار مجلس النواب. أنا اللي أريد أقوله بالضبط. نعم. حينما نكون تحت قبة البرلمان تحكمنا المعايير الموضوعية والقانونية،
حينما نخرج منها تبدأ الاتفاقات السياسية، وهذا أمر معتاد وطبيعي، به شكلنا الحكومة، ومنه سنحاول أن نتجاوز التشريعات الأساسية والجوهرية بهذا الإطار. دكتور سليم، على مدى 10 سنوات أصر المكون السني على تسنم رئاسة البرلمان العراقي، يعني هل تعتقد أن هذا المنصب حقق مطالب المكون السني؟ أولا هو ما أصر يعني بهذا المفهوم، هي مو القضية إصرار، يعني احنا اكو خيارات متاحة وممكنة، غالبا الكتلة الأكبر هي تشكل الحكومة بمعنى رئاسة الوزراء، وجزء من عملية التوافق السياسي اللي مشينا بها على مدى 10 سنوات أن تعطى فرصة أيضا للمكونات الاجتماعية الموجودة، نعم، الكرد والعرب السنة. كان هناك نزاع دائما يظهر في بداية كل تشكيل، هل أن رئاسة الجمهورية للعرب السنة أم رئاسة البرلمان؟ نعم. وبطبيعة الحال تحكمها توازنات، بمعنى هذا مو حالة مقدسة، يعني ممكن تشهد عملية تشكيل حكومة يكون على رأسها عربي سني أو كردي، وبالعكس رئاسة الجمهورية، هذه المسألة ليست مقننة في الدستور، نعم، وليست مثبتة كأساس، ولكن الواقع يعني هذا اليوم أفهم من كلامك دكتور أنتم ما تصرون على هذا المنصب؟ لا إطلاقا، بدليل أن هناك حوار حدث في بداية تشكيل الحكومة، هل سنركز على رئاسة الجمهورية، وخرجت تصريحات بهذا الإطار، بس إحنا أكو احترامات لشراكة الآخرين، نعم، يعني مو بس كل ما تريد يجب أن يكون، نعم، وإنما ما نريد جميعا أن نحققه. بعدين أنا ما أريد أقلل من قيمة رئاسة البرلمان، هي قيمة كبيرة، نعم، وهذا اليوم نحن بلد يعني برلماني، يعني وإذا استثمرت هي عامل توازن حقيقي، نعم، عامل توازن حقيقي بين الأطراف السياسية، عامل مساهم منه من البرلمان، تأتي الحكومة ويأتي رئيس الجمهورية ومنها تحاسب ومنها وفيها تسحب الثقة، وقضايا تحل المشاكل، نعم، والعقد السياسية والأزمات. يمكن دكتور الحقبة اللي مضت يعني أعطت نظرة للبرلمان العراقي ورئاسة البرلمان بأنه ضعيف وغير قادر على تشريع القوانين وغير قادر على محاسبة المفسدين وأيضا أعضاء من الحكومة العراقية أو القيادات الأمنية. يعني ما أعتقد، كان واحدة من المشاكل حينما توجه دعوة إلى جهة تنفيذية، خل أسميها اكتعالي، كان يعني يأبى من يحمل الرتبة العسكرية أن يأتي إلى البرلمان بزعم أن القضية أمنية أو تحتاج إلى موافقات، وهذا أضعف البرلمان العراقي. هذه نريد إحنا بصراحة نتجاوزها، مو إحنا من نستدعي أو نستضيف، الغاية هو التقليل من الشأن، احنا اكو البرلمان هو معبر عن رأي الشعب وصوته، ولا بد ان يفهم البرلماني ما يريد. واحدة من عوامل اضعاف البرلمان سلوكيات النواب نفسهم، نعم، والطريقة اللي تم التعاطي بها مع المشاكل الموجودة، نعم، البرلمان هو ليس منبر اعلامي فقط، نعم، وان كان الاعلام عامل مساهم فيه، نعم، وليس لكن البعض اخذوا ساحة لزرع الفتنة الطائفية من داخل قبة البرلمان العراقي. اكو ثقافة الان ان نتجاوز ذلك، اكو ثقافة ان نتجاوز ذلك، كل ما يثير حفيظة الناس وينقلب سلبا على سلوكياتهم خلنا نتجاوز، نعم. احنا المرحلة اليوم قد تكون اصعب المراحل، خصوصا واحنا في ساحة حرب، لازلنا في ساحة حرب، نعم، تحتاج من عندنا فعلا ان نمضي، حتى لو كان هناك إثرة أو جانب من جوانب الضغط السياسي ممكن تجاوزها، بس أعتقد ينبغي أن يسلط الكل دوره ومهمته في إنجاح البرلمان، هي ليست فقط مهمة رئيس البرلمان أو النواب، حتى مهمة رئاسة الجمهورية حينما تؤدي دورها وفق الدستور، أو الوزراء حينما تحترم قرارات البرلمان. أقصد العملية تكاملية وإلها يعني معايير في النجاح الكل يساهم فيها. دكتور، أعلنتم عن وصول قانون مجلس الاتحاد إلى البرلمان، والمجلس يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات الغير منضوية بإقليم، وله صلاحيات اقتراح قوانين، ويمثل إلى جانب مجلس النواب السلطة التشريعية. هل سيحدد هذا من دوركم السياسي وصلاحياتكم كرئيس للبرلمان دكتور؟ أنا كنت مساهم في اللجنة الدستورية، وواحدة من عوامل النقد اللي وجهتها إلى الدستور في حينها أنه لا يعطي معادلة واضحة بين سلطتين تشريعيتين، بين غرف النواب والاتحاد،
المفروض اثنين هن شرعا وفق الدستور كأساس، وكل تفاصيل النواب والاتحاد مثبتة بالدستور. الذي حصل أن هناك ما يقارب من 20 مادة تتحدث عن مجلس النواب، آلية التشكيل، اتخاذ القرارات، كيفية اختيار الرئيس، ومادة واحدة فقط تتحدث عن مجلس الاتحاد، اللي هي فقط يسن مجلس النواب قانون مجلس الاتحاد. طبعا يعني هذا أفهم من كلامك، هذا راح يحد من دوركم السياسي وصلاحياتكم كرئيس البرلمان؟ لا لا، هذا راح يجعل مجلس الاتحاد رهينة بما يقرر مجلس النواب، لأن هو شرع بقانون، والقانون بإمكان مجلس النواب أن يعدل منه أو يقلل من صلاحيات مجلس الاتحاد فيما لو حصل صراع أو تنازع بين الطرفين. هذه مو معادلة صحيحة. المعادلة الصحيحة في قناعتي أن هناك تعديل دستوري تثبت فيه أسس مجلس الاتحاد، وليست بناء على قانون موجود. هذه النقطة الأولية. اثنين، الحقيقة إذا تشرع مجلس الاتحاد يعني قضية تمثيل المحافظات أصبحت مهمة. يبقى عضو مجلس النواب هو ممثل لكل الشعب، الفرق أن عضو مجلس النواب هو ممثل للأمة، وعضو مجلس الاتحاد هو ممثل للإقليم، للأرض، للمنطقة التي جاء منها. هل يوجد تنافس سياسي دكتور بينك وبين من اقترح فكرة هذا القانون؟ قانون مجلس الاتحاد؟ لا، أنا أصلا اقترحته الآن، يعني بحديث جانبي حصل مع سيد رئيس الجمهورية، قلت له أنت ابن المؤسسة الدستورية والتشريعية، ونحتاج من مجلس الرئاسة، من رئاسة الجمهورية، أن يأتينا بالمشروع، لأن الحكومة يراد لها فترة إلى أن تمضي. وفعلا بعثت كتاب، وبناء أو استجابة لهذا الكتاب شكلت لجان، وتشكر الرئاسة على استجابتها لتقديم قانون مجلس الاتحاد. يعني راح يمرر في مجلس النواب؟ أعتقد نعم. هو تراكم بس مشكلتين، إذا قدرنا نتجاوزهم. المشكلة الأولى، كيف تمثل المحافظات؟ هل كل محافظة تمثل باثنين، بأربعة مثلا، أو مثلا بنسب سكانية؟ مثلا أهل الموصل يقول مو اثنين، احنا نحتاج أربعة بحكم الضخامة، العددية الموجودة. مو أهل بغداد يقول لك احنا أكثر، 6 ملايين، الموصل 3 ملايين، لو نتعامل مع المحافظة كوحدة إدارية. أهل السماوة مثلا تمثيلهم اثنين، وأهل البصرة تمثيلهم اثنين. هاي قضية تحتاج إلى رؤية. القضية الثانية، كيف يختار الشخص؟ هل يختار من مجلس محافظة المحافظة نفسها؟ أم بانتخاب حر أو بتعيين؟ هاي القضية لحد الآن. واحدة من المقترحات أن الرئاسات السابقة، يعني الوزراء والنواب وغيره، يصبحون أعضاء بالتزكية في مجلس الاتحاد. دكتور، يقولون عنك أنك تركي الهوى، وأن لك في عدم التصويت على الدكتور جابر الجابري وزيرا للدفاع، لأن تركيا ما تريد الدكتور جابر الجابري يكون وزير للدفاع، هل هذا صحيح؟ لا، هو أنا أولا أحترم السياسة التركية، ولكن هي ليست حاكمة على شخصي. أؤمن بأن لا نخرج كبلد خارج المزاج الإقليمي في قضايا كلية تتعلق بالأمن والاستقرار والتبادل الاقتصادي، لكن هذا لن يكون له أثر، لم يكن ولن يكون له أثر في يوم ما على اتخاذ قرار مؤمن به أو مقتنع به. وبعدين الدكتور جابر أنا من اللي دعموه أصلاً في أن يكون وزير الدفاع، وعرضت اسمه أمام مجلس النواب. ما كان عندي خيار أن أقبل أو أرفض أو يتوقف الأمر علي. أنا أنطيت أكثر من إشارة أثناء الجلسة إلى تأجيل التصويت لما شفت الجو العام غير ماضي باتجاه اختيار وزير دفاع وداخلية. وحينما اختلف أعضاء المجلس عرضت الأمر للتصويت، وغلب الرأي الذي يقول نمضي. وحينما عرضت الأسماء عرضت بالتصويت الإلكتروني الذي اطلع عليه الكل. لكن البعض تحدث دكتور سليم عن الجلسات السابقة لتشكيل الحكومة، يعني في بداية الجلسة بدأ العد، عد أعضاء مجلس النواب المصوتين على
الوزراء أو الحكومة، وبعدين تحدثت نمضي 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 بدون العد. صحيح. وفي الجلسة لاختيار الوزارات الأمنية كان التصويت الإلكتروني، يعني صح. المشاهد يشوف مفارقات في هذا الموضوع. أولا القاعة اللي كنا فيها بتشكيل الحكومة ما بها تصويت إلكتروني أصلا، لأن هي قاعة احتفالات ومراسيم. نعم. وكان حاضر فيها عدد كبير من الضيوف والهيئات الدبلوماسية. نعم. وثانيا أنا عندي قناعة، وينبغي أيضا أن يكون لأعضاء المجلس قناعة في تقديراتي، لأن الأصوات كافية أو غير كافية، وانطيتهم دليل في الحساب والعد لنائبي رئيس الجمهورية، نائبي رئيس الوزراء. نعم. والمنهاج الوزاري. نعم. حصل على 177. نعم. وكنت أقدر الأصوات اللي ترفع إزاء كل وزير. بعدين النائب الثاني كان حاضر معي. نعم. ومن حق، يعني وفق النظام الداخلي بصراحة، من حق كل طرف يشكك في التصويت أن يطلب إعادة العد. نعم. وهذا اللي سويته لما شككوا في نائب رئيس الوزراء، عدت العد، ما عندي مشكلة. نعم. اليوم من حق كل واحد يجي يقول أنا ما مقتنع، عيد. نعم. عيد وأعد الأصوات. نعم. هذا ما لم يحصل كان ينبغي على السادة أعضاء مجلس النواب. يعني هذا كان ينطي انطباع يعني أنه الكتل السياسية اللي متفقة بيناتها على الوزراء لتشكيل الحكومة العراقية هي من أعطتك الصلاحية بأن تقول نمضي نمضي نمضي؟ الكتل السياسية بدون عد الأصوات يعني؟ لا بدون عد، هو هذا مو يعني سابقة، هذا الأمر طبيعي الآن في التشريعات والقوانين. إذا وجدت الجو العام يذهب، أقول أغلبية واضحة أو أغلبية مطلقة بتقديري. نعم. للموضوع، ومن يعترض له حق الاعتراض على هذا النسق. بس أنا أرجع على مسألة، يعني انطلقتي من مسلمة أن تركيا أصلا ضد ترشيح جابر. نعم. هذا ما تحدث به بعض وسائل الإعلام. هو افتراض، مو قد لا يكون حقيقة. نعم. أنا شخصيا ما عندي تصور على ذلك أصلا، ولم أسمع من أحد أن هناك رغبة موجودة لدى دولة في تأييد هذا الشخص أو ذاك. اللي حصل كان أكو تنافس طبيعي، وبالمناسبة حتى حينما قلنا جابر الجابري هو مختيارنا لأننا نريد، هو واحد من بين مرشحين آخرين. نعم. لكن رئيس الوزراء في يوم التصويت هو الذي جاء به. وأقول شيء أيضا، أنه لم تحصل جلسة مشتركة ولو لخمس دقائق. نعم. بينه وبين السيد رئيس مجلس الوزراء حينما قدم لا الكابينة الحكومية ولا الوزراء الأمنيين، وإنما نعم. مباشرة حينما جاء إلى القاعة. نعم. وأنا كنت على المنصة. نعم. وهذه المسألة يعني تدلل على أنه ما يريد يطرحه هو خياراته. نعم. أنا قلت له إذا تريد تأجل نأجل. نعم. تريد تبقي بعض الأطراف نبقي بعض الأطراف، لكن هو قناعاته أن نمضي. نعم. والمجلس فعلا قال رأيه بهذا الخصوص. دكتور، هل كانت هناك ضغوطات سياسية دولية إقليمية على مرشحين وزارة الداخلية والدفاع؟ لا أدري، هو طبعا هن وزارات حساسة، وأحيانا أنظار الجميع. نعم. تتجه صوب هذه الوزارات في اللقاءات اللي تحصل مع أطراف دولية مهمة. نعم. كانوا يفكرون بالشخصيات المقنعة المقبولة. نعم. القادرة على أن تحوز على ثقة الجميع بالأوصاف. نعم. ما كانوا يتحدثون بالأسماء. هل هذا تدخل أو غير تدخل؟ في قناعتي مو تدخل، هذه. نعم. إنما تعبير عن وجهة نظر. نعم. قد تكون مقبولة، لكن بالنتيجة وأنا أعتقد القضية اللي ثبتها البرلمان دلل على قوته في عدم التسليم بكل ما يأتيه من تسمية شخصيات معينة من جانب الحكومة، وإنما عبر عن رغبته في أن يقول لا لمن يريد ونعم لمن يريد. لكن إذا نتحدث عن تشكيلة الحكومة، يعني دعا الدكتور حيدر العبادي إلى حكومة التكنوقراط، هذا اليوم يشاهد نفس الوجوه في الكابينة الوزارية، يعني نفس الوجوه اللي موجودة في السابق. يعني هذا اليوم أيضا الوزراء اللي موجودين في الوزارات هم مو وزراء اختصاص، يعني شوف مثلا علوم سياسية أو طبيب في وزارات، يعني هو مو اختصاصه. يعني أيضا أريد نعرف أنه دور البرلمان في هذا الموضوع. أغلب الوزارات اختصاص، يعني أغلب الوزارات يعني بنسبة 80% هي اختصاص. أنا تابعت هذا الموضوع، يعني اللي استلم الكهرباء اختصاص، اللي استلم التربية اختصاص، اللي استلم العدل، يعني كل أغلب الوزارات
تقريبا باختيار رئيس الوزراء. بعدين أنا بصراحة هم مرة أخرى مو مهمتي أدافع عن الحكومة. نعم. الحكومة يدافع عنها أهلها. نعم. أنا باليوم اللي أجد منها تقصير راح أوقف يم التقصير. نعم. وراح أنبه إلى وأحاول أنه نصل إلى مرحلة محاسبتها. بس هل الوجوه تبدلت؟ الوجوه تبدلت إلا بثلاث أشخاص. 10%؟ ثلاث أشخاص تقريبا هم بقوا، بس كل الوزراء لم يأتي أي وزير، جاء فقط السيد هوشيار زيباري كان وزير خارجية أصبح ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية، هذه الوجوه الثلاثة الموجودة، غيرهم كانت باختيارات أخرى. دكتور خلينا نأخذ هذا الفاصل ونكمل حديثنا، مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم بعد هذا الفاصل مع ضيفي الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي. أهلا بك دكتور مجددا في هذا البرنامج. البعض يرى أنك في محنة فليس لديك القدرة على التوفيق بين اتحاد القوى وبين القيادات والأطراف السنية المعارضة دكتور للعملية السياسية، وكذلك لا طاقة لك على تلبية شروط التحالف الوطني الشيعي. شلون راح تتعامل مع هذا كله دكتور سليم؟ يعني هو الآن حتى القناعات تبدلت، أكو كثير بالذات أكو خط بياني نازل صاعد في الوسط السني في نظرتهم للعملية السياسية. احنا كان رؤيتنا من البداية واضحة أن البلد يحتاج إلى شراكة مع الكل وتعاون واستقرار والحفاظ على الثوابت الوطنية ومشاركة في العملية السياسية بشكل واضح. نعم. عملية البناء تأتي من العملية السياسية أصلاً الصحيحة. نعم. بعدين احنا فتحنا بكل أمانة ويعني حتى أكون واضح خطوط حوار مستمرة غير منقطعة مع كل الأطراف التي تؤمن بالعملية السياسية والتي لا تؤمن بالعملية. نعم. السياسية، سواء حوار مباشر أو غير مباشر عبر قنوات أو وسائط، الكثير منها أصبح له رغبة في أن يكون قريب جدا من صنع القرار. نعم. ضمن الوسط السياسي. طبعا الإشكالية اللي صارت بوسطنا بسبب الطائفية ومشاكلها، يعني أكو صراع سني شيعي. نعم. دفع ضحية المعتدلين أو اللي عندهم رغبة في بناء البلد لم يعد لهم حضور لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني في وسط هؤلاء المتشددين. نعم. الآن أكو رغبة جادة في أن نتعامل كمواطنين من دون أن نشعر بطبيعة الانتماءات الحاكمة. الظلم إذا وقع على طرف سننتصر له جميعا، إذا وقع على السنة أو وقع على الشيعة والكرد، سبايكر أغلبهم كانوا من الشيعة، مصعب بن عمير أغلبهم من السنة، وحتى حينما حصلت مشاكل في الكرد يعني الضمير الوطني الموجود عند الكل يجعله. نعم. يحس بأنه هو جزء من مسؤوليته. نعم. هذا الجانب. لذلك احنا أملنا بصراحة أن المرحلة القادمة هي مرحلة توافق سياسي ووطني شاملتين، يمكن قد يكون الأمر فيه صعوبة بس يمكن أن ننتهي من حالة الطائفية الموجودة اللي حاولت أن تجزئ حتى المحافظات، وبعدين جرينا ويلاتها على مدى 10 سنوات. نعم. من نزيف دماء سالت، لكن تحتاج إلى رؤية جديدة تنطلق من مجلس النواب ومن الحكومة التي تم تشكيلها. أنا أعرف دكتور أنتوا هذا اليوم أيضا راح تتفاوضون مع القيادات، قيادات الأطراف السنية المعارضة للحكومة.
حتى تدخل في العملية السياسية؟ مو بصيغة مفاوضات، هي حوارات حصلت حتى في تشكيلة الحكومة الحالية، لكن جرت مع أطراف كان يظن البعض أن لا علاقة لها بالوضع السياسي، لكن حصل معها حوار ونقاش. طبعا استثنى من ذلك يعني المجرمين داعش وغيرها لم يجري معها حوار، ما عداها نعم حصل حوار مع كل تقريبا الأطياف السياسية التي كانت معارضة للعملية السياسية. البعض منها استجاب، البعض منها متردد، البعض منها ينتظر، وإحنا قد نكون مستمرين بهذا الجانب. دكتور، إذا نتحدث عن موضوع مهم جدا هو موضوع النازحين، هذا اليوم عندنا 2 مليون نازح عراقي، يعني أول ما بديت بأعمال مجلس النواب العراقي زرت النازحين، وأحب أقدم لك الشكر والتقدير أنه تبرعت بنصف راتبك للنازحين اللي متواجدين في المناطق، يعني مناطق شمال العراق. هذا اليوم شلون راح يتعامل البرلمان العراقي مع هذا العدد الكبير من النازحين؟ هذا اليوم الروتين القاتل اللي تعيشه دوائرنا وتعيشه الوزارات، يعني صعب من التعامل مع هؤلاء الأعداد الكبيرة من النازحين. أنتوا دوركم كمجلس نواب عراقي، احنا عندنا يعني استضافة إلى رئيس اللجنة المعنية بالنازحين نائب رئيس الوزراء، راح تكون هذا الأسبوع. وقبلها كل الوزراء اللي استضافيناهم كانوا فقط على محور معالجة مسائل النازحين، سواء وزير التربية أو وزير المالية أو الإسكان وغير ذلك. طبعا هي مشكلة كبيرة، احنا نتحدث عن ثلث السكان هم إما نزحوا وإما بقوا رهينة عمليات عسكرية يحتاجون إلى معالجة. غير هذا وذاك طبعا أكو ممارسات إرهابية تصير تقطع الماء عن بعض المناطق، وأخرى تصير في مناطق أخرى تجعل يعني وجودهم معيشتهم صعبة. لكن الدكتور صالح المطلق أيضا يشكي من الروتين القاتل اللي يعني اللي موجود هذا اليوم بالتعامل مع النازحين. احنا نحتاج إلى مبالغ هائلة في مواساة الناس، في قناعتي هي ليست حل المشكلة المبالغ يعني حتى لو وزعت. المشكلة الحقيقية الجانب الأمني، إذا قدرنا نتجاوز ويعود الناس إلى ديارهم، طبعا بعد تأهيل سكنهم لأن كثير منها أصبح الآن يعني صار وعد إن من المجتمع الدولي بتشكيل صندوق داعم لتأهيل مناطق سكنية بعد دحر المجامع الإرهابية، وإحنا نتأمل طبعا عملية انتفاضة تصير بهذا الجانب حتى يرجع مرة أخرى الناس. اليوم أيضا أكو مشاكل متراكمة تتعلق بالجامعات والمدارس، مدارس طبعا الصحة جانبها أيضا مهم بهذا الأمر. بالعموم هو ملف واسع. لكن إذا عندي إذا نتحدث عن تقسيم أو تجزئة العراق دكتور، كان عندك أطروحة مهمة جدا هي جعل العراق 18 إقليما، يعني هذه الأطروحة كانت مهمة حتى تحافظ على كيانه بعيدا عن التقسيم الأيديولوجي. هذا اليوم أنت كرئيس للبرلمان العراق شلون نشوف حظوظ هذه الأطروحة؟ يعني هو إحنا كنا نقول 15 إقليم باعتبار كردستان إقليم واحد، 3 محافظات تبقى كل محافظة إقليم. هذا انطرحت في اللجنة الدستورية في وقتها، ساهم بها أعضاء مهمين وهم اللي حقيقة قدموها كمبادرة، ولا زلنا نعتقد أنها هي الصحيح. يعني الدولة الآن إما أن تبقى مركزية كخيار أو تتحول إلى تقسيم خيار ثاني، قد يكون هناك خيار آخر ثالث هو الحالة الوسطية اللي هو انتقال إلى اللامركزية بالصلاحيات الدستورية وعملية تحول المحافظة إلى أقليم. هذه الصورة اللي احنا نتمناها. دكتور، تحدثت عن الخطوة اللي راح تأتي بعد اختيار الوزراء وهو الانتقال إلى درجات وظيفية أدنى من الوزراء واللي تشمل الوكلاء والمستشارين والمدراء اللي راح يعرضون داخل مجلس النواب حتى يصبح الأمر ثابت وليس مجرد توصيات تقدم بالبرلمان العراقي ومجلس النواب العراقي. الآن في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بدأوا يتحدثون عن عملية اختيار الشخصيات لشغل المناصب الشاغرة، وشكلوا لجنة بهذا الخصوص. احنا راح نخاطبها حتى نفهم نتائج اللجنة. عندنا بأدراجنا في مجلس النواب طلب قديم في تثبيت وكلاء ووزراء، يعني راح تعرضوها داخل مجلس النواب.
راح نعرضها طبعا اليوم. المشكلة كل درجة خاصة ينبغي أن يصوت عليها المجلس. نعم. كل درجة خاصة، لكن هذا ما لم يحصل لا على المستوى العسكري اللي هم قادة الفرق فما فوق، ولا على مستوى الوكلاء أو المستشارين الخاصين. نعم. إلا السفراء تم التصويت عليهم في يوم ما. نعم. ومع ذلك احنا واحدة من الملفات اللي راح نعرضها من خلال تشكيلات سياسية هذا الجانب. تمتلكون الصلاحية دكتور القانونية للبت بموضوع المستشارين والوكلاء؟ احنا عندنا كمجلس نواب هو كل ما نملك من صلاحيات، هو مجلس النواب هو اللي قرر هذا الشيء. نعم. طبعا نرجع الى حالة القبول السياسي بما نعم. يتم يعني راح تخضع هذه المناصب للمحاصصة؟ هو ما جتنا من الكتل السياسية، هي جتنا من الحكومة وجتنا من رئاسة الجمهورية. نعم. مهمة مجلس النواب ان يعرضها للتصويت عليها. يجوز يحبون اعضاء مجلس النواب يطلعون على السيارة الذاتية ويطلعون نعم. على الاشخاص الموجودين، هذا مهم. نعم. بعدين احنا ايضا نتحدث عن هيئات مستقلة بعضها يدار بالوكالة، هذه أيضا المفروض أن نتجاوزها. الحالة اللي نجحنا بها أننا لم نشكل حكومة بالوكالة، لم تكن هناك نعم. وزارات شاغرة. لكن هذا اليوم عند المواطن عنده خوف كبير بسبب عدم التصويت على الوزارات الأمنية، يعني 4 سنين وزارة الدفاع والداخلية تندار بالوكالة، وأيضا مشاكل كبيرة وكثيرة في المحافظات 6. هذا اليوم المواطن كان يحلم في أول جلسة لتشكيل الحكومة العراقية تكون الأولوية لاختيار الوزراء الأمنيين وزارة الدفاع والداخلية. هذا اليوم المواطن شعر بخيبة أمل في تأجيل هذا الموضوع. هم راح تندار 4 سنين الوزارات الأمنية بالوكالة دكتور؟ لا لا، هو احنا بصراحة كان رئيس الوزراء في يوم تشكيل حكومية عنده أسماء، مو ما كان عنده أسماء، ولكن كان اكو رغبة بتأجيلها، أجلت وقطع نعم. على نفسه أسبوع وبعد الأسبوع لكن جاء. الخميس أم أجلت؟ الخميس مو بتأجيل منه، من الكتل السياسية الرغبة نعم. أن يحصل ذلك. البارحة أنا شفته هو تحدث عن تقديم الأسماء قريبا. نعم. وأنا أفترض أن الأيام الجاية راح تشهد هاي الحالة. المهم لا عنده هو الرغبة ولا عندنا طبعا أن يمضي أمر وزارات بالوكالة وبالذات وزارة الدفاع والداخلية. إن شاء الله دكتور، هذا أمل كل العراقيين أن تكون وزارات أمنية في أقرب وقت ويكون ناس مختصين لهذه الوزارات. والله المواطن العراقي مل من الصعوبات اللي عانى بها ب4 سنين الماضية. دكتور، إذا نتحدث بشأن التفاهمات حول العمليات العسكرية الدولية، ربما لن تتوقف عن الضربات الجوية، هذا ما قلت أنت به، بل هناك حديث عن إمكانية دخول قوات دولية للعراق في حين رفضت الحكومة هذا. يعني هو الآن أكو تحشيد دولي، بعض الأطراف الدولية دا تتحفز، اللي إحنا بادرنا برحبنا بعملية نعم. المساندة الدولية ضمن إطار حدود الحفاظ على السيادة، وضمن إطار عدم أن يعني وجود تكتلات سياسية إحنا جزء منها، وفي حالة التفاهمات مع الدول الإقليم نعم. صراحة في قناعتنا إحنا نحتاج إلى ضربات جوية مركزة خصوصا نعم. من أمريكا، وضد القصف العشوائي واستخدام البراميل نعم. اللي هي المدنيين يجرون ويلاتها. بنفس الوقت السيد رئيس الوزراء بيّن أنه لم يعطي سك نعم. موقع بشأن تدخل عسكري موجود. مع ذلك هذه القضية ينبغي أن تكون ضمن رؤية وطنية واضحة. نعم. مجلس النواب قطعا راح يكون إلى قول إذا ما عرض الأمر عليه بشكل واضح. نعم، هذا اليوم نشاهد يعني عدد كبير من المستشارين الأمريكان هم موجودين هذا اليوم بالعراق، يعني هذا ما يساعد في الحد من داعش أو تدريب وتطوير الجيش هم العراقي. وجودهم كمستشارين بحسب النسب اللي احنا تلقيناها من الاعلام، انا شخصيا ما اطلعت نعم. عليها ب يعني ما يعادل 1600 مستشار. لا ادري طبيعه مهمتهم، يحكمها اتفاقيه سابقه نعم. اتفاقيه الاطار، والحكومه العراقيه معنيه بدرجه اكبر بشان معرفه اماكن تواجدهم وطبيعه اعمالهم. اللي تحكمنا بصراحه حسب الاتفاقيه حاجه العراق الى نعم. تدخلهم، وعند ذاك حينما أقول حاجة العراق حينما يقرر
تقرر الحكومة هذه الرغبة قطعا سيكون ذلك بشكل واضح وصريح. دكتور، شلون تنظر للمؤتمر باريس وأيضا هذا اليوم في الأمم المتحدة اجتماع القادة الدوليين لموضوع الحرب على داعش في العراق؟ شلون راح يكون تعاون العراق في هذا الموضوع؟ العراق أولا ساهم بشكل واضح في مؤتمر جدة وفي مؤتمر باريس. نعم. وفي الأمم المتحدة راح ينعقد أيضا مؤتمر كبير يوم 24 الأمم المتحدة، ويساهم برئيس الجمهورية، وهناك أيضا دعوة في مجلس الأمن إلى رئيس الوزراء، لا أدري يحضر أو لا. يعني هذا شيء جيد. اليوم أعتقد اهتمام العالم بالعراق، أكو خشية طبعا أن العراق تصبح ساحة لجذب المتطرفين، وبالتالي تصبح المعارك دائرة. بحكم التحشيد الدولي الموجود، شلون نقدر نتجاوز هذه المشكلة حتى ما ندفع ضريبة احنا، حتى نخلص العالم من الإرهابيين، تصبح العراق هي الساحة. شلون نقدر نتجاوزها؟ هذا يعني ما يعني مرة أخرى احنا داولناه بالرئاسات الثلاث، ونتمنى فعلا أن نشكل رؤية وطنية واضحة بهذا الإطار. قبل ما أنهي لقائي دكتور وياك، يعني أيضا أحب أسلط نقطة مهمة جدا حول انفتاح العراق على العالم. يعني هناك دول كانت تعارض العراق وكانت واقفة بالضد من العراق مثل السعودية. هذا اليوم السعودية أعلنت تعاون كبير مع العراق، وأيضا راح يفتحون السفارة السعودية بالعراق. هذا التحول الكبير في الموقف العربي والموقف الدول اللي كانت معارضة للعراق، شلون تنظروا من منظاركم دكتور؟ يعني أولا احنا نستبشر خير بكل عملية انفتاح العرب على العراق، أو بالعكس العراق على المحيط العربي، وبالذات السعودية تلعب دور كبير في هذا الجانب. احنا ان كل الوسائل المتاحة بالنسبة ان اللي راح نبذلها في سبيل تطوير هذه العلاقة سوف لن نألو جهد في ان نسلكها، ونحث الأطراف الرسمية أيضا بالذات وزارة الخارجية ان تلعب دور بهذا الاتجاه. العراق يجب ان يعود الى حاضنة العربية، وان يبني علاقات جيدة مع الدول الإقليمية. أعتقد الإرهاب وحد كل الدول في أنه خطر يهدد الجميع، وأيضا تجاوزت كثير من تلك الدول خلافاتها مع بعضها في سبيل بناء رؤية موحدة. وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تعي هذه الحقيقة، وبالتالي ساهمت بشكل كبير في إيجاد المؤتمرات واللقاءات الداعمة لمكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا لك الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا. كما أشكر مشاهدينا، وأتمنى أن ألتقيكم في حلقة قادمة. أنا هيفاء الحسيني، إلى اللقاء.